الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. بلقيس الكافرة المسلمة، هناك عبر كبيرة ودروس هامة نتعلمها من هذه المرأة التي كانت كافرة. قصة بلقيس ذكرت ضمن آيات عديدة، ما يقارب من 20 آية قرآنية في سورة النمل. هناك عبر، العبرة الأولى في هذه القضية أن بلقيس الحاكمة التي كانت كافرة، امرأة كافرة، هي أفضل بكثير من بعض الحكام الرجال المسلمين. كتاب سليمان ألقي إلى بلقيس، قرأت الكتاب ثم توجهت إلى قومها وقالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. حاكمة مسلطة، لها قدرات كبيرة، تستشير قومها. لا، ما أقول في هذه القضية استشارت قومها، عامة القضايا كانت تستشير فيها قومها. العبارة واضحة،
العبارة ليست أنني أستشيركم في هذا الأمر، لا، تقول ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. مرة أنت تريد أن تتصرف، أن تعمل عملا معينا مرتبطا بك، لك الأمر، تريد أن تستشير الربح لك، لا تريد أن تستشير لا بأس، الأمر لك. مرة تريد أن تتخذ قرارا تنفذه على الآخرين بدون استشارة الآخرين، كيف تفعل؟ هذه المرأة التي كانت آنذاك كافرة، أليست هي أفضل من بعض الحكام الرجال الذين يدعون الإسلام، الذين يستبدون بآرائهم؟ لماذا أخذ رأي الآخرين؟ لأن الآخرين لهم حصة بالضبط مثل الحصة التي لك في هذه القضية. قلت الكلام ليس في أن الشخص الحاكم في مكان يتخذ قرارا ينفذه على نفسه، الأمر له. الكلام اتخاذ قرار ينفذ على الناس استبدادا بالرأي، لأنه رأي الشخص الفلاني. لك حصة في هذه القضية، في هذا العمل، في هذا الأمر، وللآخرين الحصة الأخرى، بل للآخرين في كثير من الأحيان الحصة الكبرى ولك الحصة الصغرى، بل أحيانا القرار فقط ينفذ على الآخرين، أصلا لا ينفذ على الحاكم. ثم أنت الحاكم، أنت الرابح في الاستشارة، الربح لك. الإنسان مهما كان عبقريا، مهما أوتي من القدرات العقلية، مهما أوتي من التجارب الكثيرة في الحياة، بالنتيجة نظرته إلى القضايا نظرة من زاوية واحدة، من زاويتين، من عشر زوايا، القضية لها ألف زاوية، ألف بعد. أنت لا تتمكن، غير ممكن بالنسبة للبشر العادي أن يعرف كل جوانب القضية. إذا استشرت الآخرين، معرفتك بالقضية تكون أدق. المستفيد أنت. ثم الأمة المشاركة في القرار تكون أقوى في عملها من الأمة غير المشاركة في القرار. أؤمر شخصا بأمر، مهما كنت أنت ومهما كان هو غير مقتنع بهذا القرار، بالطبع لا تتمكن أن تجبره في وقت عدم سلطتك عليه. السلطة ليست دائمة، ينفلت. بخلاف ما إذا شاركك في القرار يمشي هو، هو المشارك في القرار، هو رأيه هذا. العبرة الثانية من هذه القضية أن الحاكم عندما يكون هكذا، عندما يتواضع لقومه، للمحكومين، عندما يأخذ منهم، عندما يستشيرهم، لا
ليس الأمر مقتصرا على الاستشارة بل على الشورى عندما يجعلهم مشاركين في القرار، هم أيضا يخضعون له أشد الخضوع. الحاكم المتواضع أمته تخضع له. هي ماذا قالت لهم؟ قالت يا أيها الملأ أفتوني فتوى، أريد منكم فتوى، أنا أخذ الفتوى منكم، أنا أعمل، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ماذا قالوا لها؟ هكذا حاكم، الذين يحكمهم هكذا حاكم هكذا يخضعون له. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. خلاص كن هكذا حاكما، الذين تحكمهم يكونون هكذا لك. أعطوها الصلاحية المطلقة، القوة منا والأمر لك. والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين، نحن ننتظر أوامرك. الحرب حرب، سلم سلم، استعمال قوة قوة، استعمال حكمة حكمة، استعمال لين لين. أساسا طرح هذه الموضوعات في هكذا مجالس لماذا؟ هل أحد منا هو حاكم؟ هل يريد أحد منا أن يصبح حاكما؟ هل هذا الصوت يصل إلى بعض الحكام في العالم؟ لعله لا، لعل هذا الصوت لا يصل إلى حاكم واحد، لا حالا لا في المستقبل في العالم. إذن لماذا طرح هذه الأمور؟ أولا معرفة المواصفات الحسنة في الحاكم هذه ضرورة في الإنسان، ليس بالضرورة أن تصبح أنت حاكما حتى تعرف المواصفات الحسنة للحكام. كم من الشروط نقرأها للناس، مرجع التقليد هذا الذي يرتبط بأمر آخرتك، يلزم أن يتصف بصفات. لعلك لا تريد أن تصبح مرجع تقليد، لماذا تقرأ صفات مرجع التقليد؟ حتى تعرف كيف تتعامل مع الناس. القضية لا ترتبط بنا، فإذن أنا لا أتوجه إلى هذه القضية أبدا. هذا المقطع من القرآن الكريم ما نزل للحكام فقط، نزل لك أيضا، نزل لي أيضا، حتى نعرف الحاكم الجيد من الحاكم الرديء، الحاكم الحسن من الحاكم السيء. هذا أولا. ثانيا، أنت لست حاكما، أنت حاكم. الحكم ليس خاصا بحكم بلد، أنت في شركتك حاكم، في فئتك حاكم، في هيئتك حاكم، في مؤسستك حاكم، في دارك حاكم. هذه الأمور ليست خاصة بالحكام الذين يحكمون البلاد، أنت أيضا قد تكون من الفئة التي تستشير وتأخذ رأي من يحكمه،
أو تكون من الفئة التي لا تستشير ولا تأخذ رأي من يحكمه. في بيتك على الأقل كن من الفئة الأولى يكونون لك متواضعين، كن من الفئة الثانية التي لا تستشير، متى ما تمكنوا ينقلبون عليك. قاعدة عامة. عبرة ثالثة من هذه القضية، وهذه عبرة مهمة: هؤلاء الذين تعاملوا مع الحاكم بلقيس، هذا التعامل، هؤلاء كانوا كفارا، ولكن تعاملهم كان صحيحا حتى لو كان كافرا. نحن لا نأخذ دروسنا من الكفار، ولكن هذا التعامل بالذات تعامل صحيح. عندما تجد، دققوا في القيود، عندما تجد حاكما حكيما ثقة، وكرر حكيما ثقة، سلم الأمر له، فوضه في الأمر. بعض الأمور الحاكم يحتاج فيها إلى تفويض. مرة الحاكم غير حكيم، لا تفوض له الأمر. مرة الحاكم حكيم ولكنه غير ثقة، يفكر في مصالحه الشخصية، لا تفوضه الأمر. مرة تجد حاكما حكيما ثقة، في أي بعد؟ بالمعنى العام للحاكم الذي يشمل كل من يحكم، ولو فئة صغيرة، ولو مؤسسة صغيرة. رأيت الحاكم حكيما وثقة، لا تنتظر، هو واجبه أن يستشيرك، ولكن أنت لا تتوقع منه الاستشارة، فوضه الأمر. في القرآن الكريم آيات، في الروايات الشريفة عشرات الأحاديث الشريفة تؤكد على هذا المعنى، بلا تشبيه مليارات المراتب والدرجات. تفويضنا للأنبياء، تفويضنا للأئمة عليهم الصلاة والسلام، نسلم أمرنا ويسلموا تسليما. تسليم، لماذا هذا التسليم؟ طبعا الأنبياء والأئمة ليسوا حكماء ثقات، هم معصومون، ولكن بصورة عامة هذا المعنى بالنسبة لمن تجد فيه صفتين: إنسان حكيم وثقة، فوض، اتبع، امشي خلفه. عبرة رابعة: بلقيس، هذه الآيات القرآنية التي تتحدث عن قضيتها، كانت امرأة طيبة أيام كفرها، كانت امرأة طيبة، كانت امرأة عاقلة لبيبة، كانت امرأة ذكية. كانت امرأة قد جربت تجارب سابقة. مع كل هذه المواصفات كيف بقيت مشركة؟ كيف كانت تعبد الشمس من دون الله عز وجل؟ شيء غريب. امرأة طيبة عاقلة ذكية مجربة، عندها تجارب في الحياة، هذه الآيات تكشف هذا الشيء. كيف كانت تعبد الشمس من دون الله عز وجل؟
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. عجيب. من أين نعرف أنها كانت طيبة، أنها كانت لبيبة عاقلة؟ من الآيات القرآنية. أولا تعاملها مع شعبها هكذا تعامل راقي، تستشيرهم في كل الأمور. ثانيا تعبيرها عن كتاب سليمان، هي قرأت كتابا ألقي إليها كتاب، ماذا عبرت عن هذا الكتاب؟ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. وصفت كتاب سليمان بأنه كتاب كريم، أنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كتاب مختصر، بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، خلاص كلمتين. من أين عرفت أن هذا الكتاب كتاب كريم؟ هو وصفها هذا الكتاب بأنه كتاب كريم، هذا يكشف عن لب، يكشف عن عقل، عن فهم. ثم تفكيرها في قومها، بدل أن تفكر في مصالحها الشخصية، تفكيرها في بلدها بدل أن تفكر في أمورها الخاصة. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. تفكر في قومها، في قومها، في بلدها. بالإضافة إلى ذلك، تعابير أخرى في هذا المقطع من سورة النمل يدل بوضوح على أنها كانت صاحبة مكانة عقلية، مكانة تجربية. طريقة تعاملها مع القضية الخطيرة، كانت قضية خطيرة، رسالة من أكبر حاكم على وجه الأرض آنذاك، ورسالة مختصرة لا فيها تنازلات. قلت رسالة صريحة، بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. القضية جدا خطيرة، حاكم، أكبر حاكم يكتب هكذا رسالة، رسالة بكل جدية. تعاملها مع هذه القضية تعامل راقي جدا بنسبتها، لا نتكلم عن شخص في القمة، لا نتكلم عن نبي، لا نتكلم عن معصوم، لا نتكلم عن صديق، عن امرأة حاكمة عادية هكذا تتعامل مع هذه القضية، مع أن قومها قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، نحن الآن جاهزون للحرب. ماذا قالت؟ قالت إني مرسلة إليهم بهدية. هذا التعامل اللين مع هذه القضية يكشف عن فهم. صحيح أن الهدية في هذه القضية ما كانت مؤثرة لأنها هدية إلى النبي، النبي لا يفكر في الماديات، ولكن هذا التصرف تصرف حكيم بالنسبة للحكام العاديين، الملوك العاديين. طبعا أرسلت لسليمان هدية ثمينة جدا، لا علي بالتفاصيل، يعني هدية مغرية للحكام، ولكن سليمان كان فوق هذا المستوى. سليمان ما كان مهتما بالأمور المادية، وإلا تصرفها تصرف حكيم. هكذا امرأة تصبح مشركة، لا ليست تعبد الله عز وجل وتعبد غير الله، تسجد لغير الله عز وجل، تسجد للشمس. أليس القضية، أليست القضية غريبة؟ لماذا؟ كيف أصبحت هذه المرأة مشركة؟ الجواب في القرآن الكريم، وصدها ما كانت
تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. المحيط قضية مهمة جدا. الذين يحيطون بالشخص، الذين يحيطون بالفئة، يؤثرون عليهم أكبر التأثير. امرأة بهذا المستوى تصبح مشركة تعبد الشمس، يعني بهذا المستوى الهابط. من؟ بلقيس. لماذا؟ المحيط. عندما تخاطب شخصا منحرفا أيا كان، لا أقول كيف تخاطبه، خاطبه بالطريقة التي تراها، ولكن اجعل في حسبانك ألف حساب لمن حوله. لا أقول لك أعذر المنحرف، أقول احسب حسابا، هذا الشخص يعيش في أجواء انحراف. المفترض بالإنسان أن لا يكون منحرفا في كل الأجواء، ولكن احسب أنت له حساب. هذا الشخص يعيش في أجواء نواصب، احسب للأجواء حساب. الأجواء مؤثرة، المحيط مؤثر. إخواني، من العجائب في الدنيا، من عجائب البشر، حقا هذا شيء غريب عجيب، البشر الذين يملكون العقل، هذه القوة الكبرى في المخلوقات في الأرض. القضية العجيبة جدا أن أي راية على الإطلاق، على الشمول، أي راية رفعت ترى وراءها مجموعة من الناس. عجيب. يعني كل الأفكار المنحرفة، كل الأفكار الخرافية وراءها أتباع. قضية عجيبة جدا، حقا عجيبة. خذ من أهم القضايا، القضايا المرتبطة بالعقيدة، إلى أدنى القضايا. تعلمون بعض الناس يعبدون ماذا؟ أصلا الإنسان يستقبح أن يذكر ما يعبدونه الناس. عبادة. سابقا كانوا يعبدون الأصنام، خشب، تمر، يصنعون من التمر صنما. اليوم يعبدون أشياء أسوأ من الخشب. لا أتمكن أن أذكر بعض الأشياء. أتباع بالآلاف، بعشرات الآلاف، يعبدون شيئا قبيح الذكر، لا يتمكن أن يذكره الإنسان أصلا. يعبدون أعضاء في جسم الإنسان، سبحان الله. عبادة، عبادة. هؤلاء كيف أصبحوا هكذا؟ الذي يأتي بالانحراف، يأتي يبتدع الكفر، يصنع أجواء، الأجواء تأخذ الناس. في دعاء صنمي قريش: وكفر أبدعوه. إبداع للكفر، هناك على مر الخط يوجد إبداع للكفر. كانت هناك أنواع من الكفر، باستمرار الأنواع تتجدد، تكثر. كيف يحرفون الناس؟ يصنعون أجواء للناس. احسب للأجواء حسابا. هذه المرأة اللبيبة الطيبة الذكية المجربة أصبحت عابدة للشمس. لماذا؟ للأجواء. القرآن يقول: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. أجواءها جعلتها تنحرف، ولدت في هكذا أجواء، طبعا تكون عابدة للشمس، العياذ بالله تعالى. العبرة الأخيرة، وهي أهم بالنسبة إلينا من كل هذه العبر: الطيب في النفس
له التأثير البالغ في هداية الشخص. بكل وضوح أقول كن طيبا يهديك الله عز وجل. لتكن نفسك نفس كريمة، الله عز وجل يريك الطريق. لا أقول يهديك في مجال العقيدة فقط، لا، لعلك لست منحرفا في مجال العقيدة، عندك مشكلة في مجال ثاني، الله عز وجل يريك الطريق. كن طيبا، تعامل مع الناس تعاملا حسنا، تجد الطريق. هذه المرأة كانت منحرفة عن الجادة. أي انحراف؟ عبادة الشمس ليست انحرافا قليلا صغيرا، العياذ بالله، أكبر انحراف. ولكنها كانت طيبة، نتيجتها وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، نتيجتها الهداية، اهتدت. على خلاف ذلك تماما الذي يتعامل بالإساءة، المسيء، الظالم، المؤذي للناس، الذي يتعامل مع الناس بعنجهية، الذي يذل الناس، لو كان في وسط الخير، الله عز وجل يخرجه من الخير يلقيه في الشر حسب نسبة مساوئ أعماله. كلما كانت النسبة أكبر، السيئة التي ينتهي إليها أعظم. القرآن يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الحكام الذين يحكمون بالاستبداد بعنجهية يسفكون الدماء، دماء الأبرياء، حكم ظالم طاغي، مستحيل أن يكونوا مسلمين، مستحيل، حتى لو كانوا في بداية أمرهم مسلمين حتما ويقينا يصلون إلى الكفر، حتى لو صلوا صلاة الليل، حتى لو ادعوا لأنفسهم ما ادعوا، مستحيل. أنا لا أقول آية قرآنية. ثم كان عاقبة الذين، هذا كلامي، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، يصلون إلى تكذيب آيات الله عز وجل. في بداية أمره إنسان مسلم، ولكن السيئة والسيئة، السيئة والسيئة. لو حلف لك بالله عز وجل مليون مرة لا تصدقه، كافر كافر كافر، يكذب بآيات الله، يستهزئ بآيات الله، حتى لو ما أظهر لك ذلك، يعيش في أجواء مسلمين، حتما لا يتمكن أن يقول أنا كافر. كفار كفار، أسوأ أنواع الكفار هؤلاء، خصوصا إذا كان باسم الإسلام يسفك الدماء، باسم الإسلام يضرب، يقتل، يصادر أموال الناس، يستبيح حرم الناس وحرماتهم، هذا كافر. هذه الدرجة العليا. الدرجة الدنيا المرتبطة بنا أيضا الكلام نفس الكلام، الأعمال السيئة تجعل عاقبة الإنسان سيئة، العياذ بالله، بالنسبة للعمل السيئ تأخذك، العياذ بالله، لا تأخذكم إن شاء الله.
أنتم من الطيبين المؤمنين إن شاء الله. ذلك الشخص الظالم بنسبة ظلمه بنسبة أعماله السيئة ينحرف، كن طيبا في تعاملك مع الناس، ماذا تتوقع من الناس افعل مع الناس كذلك. كنت أريد أن أقرأ لكم مقطعا من كتاب مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لذكر اسمه الشريف، صلى على محمد وآل محمد. الذي كتبه لمالك الأشتر، عهده إلى مالك الأشتر، كيف يتعامل الحاكم مع من يحكمهم، من الحاكم الذي يحكم بلدا إلى الحاكم الذي يحكم دارا، كيف يتعامل الحاكم. مقاطع أعتبرها أنا وليس الكلام مني، كل من يقرأ هذا العهد بدقة يعتبرها معجزة، درة من درر كلمات أمير المؤمنين التي كلها درر. كيف يتعامل الإنسان؟ لا أريد أن أطيل عليكم. إذا صارت لك فرصة مرة واحدة، العهد موجود في نهج البلاغة، كتاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى مالك الأشتر، عهده إلى مالك الأشتر، طبعا عهد طويل أطول لعله، لا أقول لعله بالفعل بالنسبة إلى نهج البلاغة، أطول عهد موجود في نهج البلاغة، أطول كتاب من كتب مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة. إذا صارت لك فرصة مرة اقرأ هذا العهد قبل أن تطبقه على الحكام للبلاد، تطبقه على نفسك، يعني اقرأ بهذه النظرة، أنك متصف بهذه الصفات أم لا. عهد عظيم الذي يتمكن خصوصا الشباب يتمكنون من حفظ هذا العهد، شيء عظيم. على الأقل الإنسان مرة واحدة يقرأ هذا العهد، موجود متوفر في نهج البلاغة، موجود العهد على ما ببالي كتابه رقم 53 على ما ببالي أو 54 في قسم الكتب، خطبه كلماته كذا، كتبه عليه الصلاة والسلام الرقم 53 أو 54. الإنسان مرة واحدة يقرأ هذا الكتاب وأشعر قلبك الرحمة للرعية. هذا مقطع واحد، حق معجزة. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات أهل البيت، ببركات هذه الأيام المباركة، بالذكريات السعيدة العطرة المرتبطة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر.